الحقيقة التيار الصدري يعني بما يحمله من أفكار، بما يحمله من يعني فكر عقائدي، خاصة لمؤيديه الموجودين في الشارع واللي يعني لهم تأثير مباشر على الساحة العراقية أو القوى الشعبية. فأعتقد يعني السيد الصدر بانسحابه كان مخطئا، وهذا الانسحاب غير المجريات وغير الأمور وجعل الساعة مفتوحة للإطار وأعطى للإطار الكثير من يعني الفرص التي يمكن من خلالها قد يعني كانت هنالك التأثيرات الدولية قد شكلت هذه الحكومة. فباعتقادي اليوم السيد الصدر إذا يريد أن يكون يعني ضمن هذا الاتجاه فسيعتمد اعتمادا كليا على القوى الشعبية التي ستقلب الطاولة على الحكومة وستغير الكثير من الموازين، وسيشهد الشارع السياسي وكذلك المشهد السياسي الكثير من الإخفاقات، يعني خاصة للدولة التي يتزعمها السيد السوداني باعتبار أن السيد السوداني هو محسوب على حزب الدعوة ومحسوب على كتلة الإطار التنسيقي باعتبار أن اليوم من يقود المواجهة مع التيار هو حزب الدعوة المتمثل بالمالكي، والذي يعتبر اليوم قد يعني ربح الجولة وربح المعركة السياسية مع التيار الصدري. فإحنا اليوم هاي التناقضات يعني مطروحة على الشارع تؤثر تأثير مباشر على كل سير اتجاهات الحكومة الجديدة.